موسيماني بياخد الريسك والرهان واللعيبه ما بتغزلهوش وبتخليه يكسب الاسماعيلي 4-0 وبيكسب الرهان بتاعه وبيسكت الكل. المباراه فيها كلام كتير، فطالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك، عشان اللايك بيوصل الحلقه لاكبر عدد من الناس وبيساعد في ظهور الحلقه للناس، فانزل اعمل لايك. اول مره تشوفنا اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول باول. يلا بينا نخش نتكلم على الاهلي والاسماعيلي في مباراه كسب فيها الرهان. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بيكم يا هواجيه في حلقه جديده من قهوه التحليل، والنهارده هنتكلم عن الاهلي والاسماعيلي في بدايه الدوري للاهلي. وموسيماني بيبدا بتشكيل جديد والبعض مستغربه قبل بدايه المباراه، والبعض نوعا ما بيتفهمه، وانا واحد من الناس اللي استغربته جدا قبل بدايه المباراه، واللي هو يلعب 4-3-3 ولا يلعب 4-4-2. وحتى كتبت بوست على الفيسبوك قبل المباراه وقلت موسيماني ما بيتعلمش من اخطائه، ليه بيبدا بال 4-3-3 من تاني؟ وده خلاني استغرب ان انت بتبدا بال 4-3-3 ليه؟ في ظل انت ال 4-3-3 في كل مره بتبدا بيها بتخسر او بتتعادل، فكان شيء غريب بالنسبه لي. ولكن موسيماني بيسكت الكل وبيرهن على بعض الحاجات، وبعض الحاجات ده نتكلم فيها، وبيكسب الرهان على كل الحاجات اللي راهن عليها وخد فيها ريسك. موسيماني على الورق بيبين لك ان هو بيلعب 4-3-3، ولكن على ارض الواقع موسيماني بيلعب بال 3-4-3. بيبدا بيخلي حمدي فتحي ينزل ما بين قلوب الدفاع، بدر بنون وايمن اشرف، وبيطير الاثنين الباكات اكرم توفيق وعلي معلول، والثنائي في نص الملعب ديانج والسولية، والثلاثي الامامي ميكسوني وقفشه وبيرسي تاو. الفكره هنا ان موسيماني خلى ان قفشه، اي نعم انا بلعب وينج وديا بتخلي الاهلي بيخسر قفشه سواء في صناعه الالعاب او حتى بيخسر الوينج اليمين بلعبه قفشه في الحته، لان قفشه بيخسر مجهوداته في الناحيه اليمين او لما بيتطرق على الخط بيفقد الامكانيات بتاعته. فدي الفكره اللي انت كنت معترض، انت ليه بتخلي قفشه يلعب كوينج وانت عارف ان انت هتخسره؟ ولكن موسيماني فكر تفكير بره الصندوق شويه، وممكن ده عمله قبل كده بس بره الصندوق او لاول مره تبقى في الدوري المصري، ان حته حمدي فتحي هو مش بيخلي حمدي فتحي لاعب نمره 6 وبيرجعه في الحته الهجوميه او في الشغل الهجومي، لا هو بادئ بحمدي فتحي كلاعب سيرت باك ثالث، اللي هو انا هلعبه كليبرو والعبه كثالث في خط الدفاع، مش هلعبه 6 وارجعه في الحاله الهجوميه لا. وحتى في الحاله الدفاعيه اللي كنا بنشوفها كان بيرجع الاثنين الباكات اكرم توفيق علي معلول، الاثنين بيرجعوا للخلف وبتبقى خماسي في الخط الخلفي، وده كان شيء غريب وكان شيء جديد على موسيماني. دي في الحته الدفاعيه، ولكن في الحته الهجوميه كان بيخلي اكرم توفيق وعلي معلول الاثنين يطيروا ويزيدوا جدا، وبيخلي ميكسوني وقفشه الاثنين يخشوا لقلب الملعب. وكنا بنشوف كتير جدا ميكسوني احيانا هو اللي بيتحول لصانع العاب وبيتحول التشكيله لل 3-4 او 3-2 او 3-4-1-2، وبيخلي قفشه وبيرسي تاو هما الاثنين المهاجمين وتحتهم ميكسوني، واحيانا كتير كنا بنشوف قفشه هو صانع العاب وبيخلي ميكسوني وبيرسي تاو هما الاثنين كمهاجمين في بدايه المباراه او في شكل الهجوم الاهلي بيطبقه، وده حاجه فادت الاهلي جدا. الاهلي بيتحرك كتير بدون كوره وبقى فيه مساحات، وبيحاول بيخلق مساحات في ظهر دفاع الاسماعيلي، اللي بالمناسبه الاسماعيلي القليل جدا امكانياته قليله جدا على الاهلي، التشكيل اللي بيبدا بيه قليل جدا، حتى طريقه اللعب انت بتلعب قدام الاهلي بدفاع متقدم في ظل الاهلي بيلعبك بسرعات ضربه، وفي ظل هو بيهاجمك تقريبا بخمس لاعبين، فانت ازاي بتلعبه في الحته دي وبتلعبه دفاع متقدم؟ طبيعي ان انت تلبس 3-0 الشوط الاول، طبيعي ان انت تلبس 3-0 الشوط الاول في ظل انت تلعب بشكل يؤدي الاهلي يكسبك 3-0، سرعات ومهاره الاهلي بتتغلب عليك بالدفاع المتقدم اللي انت بتلعب بيه، وده باين في الجون الاول. الجون الاول بالنسبه انا واحد من الناس مش شايف ضربه جزاء، انت ميكسوني اتشد، ولكن ميكسوني وقع بعدها تقريبا بثانيتين او ثلاثه، فانت اتحسب ليه ضربه جزاء؟ هو الحكم قدر ليه الكره ضربه جزاء، والفار قدر ليه ضربه جزاء، فتحسب ضربه جزاء، وعلي معلول يخش يحط الجون الاول للاهلي. وبعد الجون الاول الاهلي جه في الدقيقه 20، الجون الثاني على طول في الدقيقه 22 في بيرسي تاو، بيسرق المدافعين بتوع الاسماعيلي على طول، قفشه بيحط له الكوره بدماغه، حتى قفشه ما بيستلمش، حط الكره بدماغه على طول لبيرسي تاو، بيرسي تاو بيستلم وبيعدي من باهر محمدي بمهاره مميزه جدا لبيرسي تاو، والهدف الاول لبيرسي تاو مع الاهلي، والثاني للاهلي. وبيرسي تاو لاعب خامة مميزة، لاعب ما بنشوفوش كتير في الدوري المصري، بيرسي تاو بان من أول مباراة بيقدم أوراق اعتماده للأهلي، خلاص ثبت مكاني، هلعب لك في أي حتة، وينج يمين وينج شمال كمهاجم حتى وهمي شفناه النهاردة. بيرسي تاو بيخرج كتير بره منطقة الجزاء وبيقدم دور المهاجم الوهمي وبيسجل، في أول مباراة ليه مع الأهلي سجل جونين وأدى للأهلي الأفضلية. جون في الدقيقة الأولى في الدقيقة 20 بضربة جزاء 22 على طول الجون الثاني، وبيدي الأهلي خلاص أنا بنهي المباراة، وحتى فينشو اللي هو عدى من باهر محمدي وحط الجون بشماله في الجون الثاني، هو استلم بيمينه الكرة عليت نط لها وحطها بمعلمة،
مش انا هنشوط في الحارس وخلاص ولا تطلع كورنر او انا احطها في الدائره الحارس، لا هو حطها بعلامه بحنيه قوي في البعيده وراحت تتوالى دخلت جوه المرمى بالهدف الثالث للاهلي واللي اتحسب بجون صريح يعني وجون ما فيهوش اي حاجه والكره جت جون مش اوفسايد يعني. والاهلي بيخرج في الشوط الاول 3-0 اداء مميز جدا سواء دفاعيا او هجوميا، ولكن الحته بتاعت 3-4-3 هي فيها ثغرات والثغرات مش هبالة قدام الاسماعيلي، لان الاسماعيلي امكانياته ما تاهلش اللي هو يفوز بالثغرات دي او يستغل الثغرات دي. الثغرات الاهلي النهارده اللي كنا بنشوفها كانت بتبقى في ظهر الباكات، ظهر علي معلول وفي ظهر اكرم توفيق. اكرم توفيق لو انت بدلته بحسين الشحات الثغرات هتبان اكتر، ليه؟ لان حسين الشحات مش هيعمل الدور الدفاعي اللي بيعمله اكرم توفيق، وبالتالي الثغرات هتبان عند حسين الشحات في ظهر حسين الشحات اكتر بكتير، وده شفناه في كذا لقطه وفي كذا مره النهارده في الشكل الهجومي للاسماعيلي وقدر يروح بكورتين على الاهلي بسبب الثغرات اللي في ظهر الباكات. الاهلي بيخش الشوط الثاني مش بيقلق من الاداء او بيقول لك هدي الوضع شويه احنا كسبانين 3-0، لا الاهلي بيضغط عليك بطول الملعب، بيحاول يخلق فرص اكتر، بيحاول يستغل ثغرات الاسماعيلي اللي ما قدرش يصلحها الاسماعيلي، ولكن الاهلي في الشوط الثاني حاول يهدى شويه ويقلل مجهوده في المباراه، المباراه مش مستاهله مجهود كبير، مش مستاهله اصابات، مش مستاهله كل دون، فنهدي الدنيا اكتر، هدي الوضع اكتر، فبدل الاهلي يرجع لنص ملعبه وابتدى نشوف شكل الدفاع الاهلي اكتر اللي هو 5-4-1، بيرجع قفشه بيرجع مكسوني جنب ديانج وجنب سوريا بيخلي بيرسكاو بس لوحده في التحولات الهجوميه، بتشوف سرعات وقفشه كويسه، سرعات مكسوني وقفشه كويسه في التحول الهجومي من الدفاع للهجوم، ولكن في الدقيقه 70 قرر موسيماني اللي هو يبتدي يجرب شكل جديد، يبتدي يجرب لاعبين جداد، وده اللي شفناه، خرج بيرستاو وخرج مكسوني وخرج قفشه ونزل احمد عبد القادر ونزل حسين شحات ونزل حسام حسن، وشفنا النهارده لاعبين ما نزلش في المباراه زي كهربا وزي محمد شريف ما دخلوش المباراه النهارده، شايف ان هو ممكن يكون مريحهم لماتش البنك اللي ممكن ينزلهم ماتش البنك ولا حاجه، لو اعلن ان هو النهارده ما لعبش بكهربا او قفشه ولا حتى نزلهم من على الدكه، ولكن نزلهم من على الدكه لحسين واحمد عبد القادر وحسام حسن ما حسيتش بفرق، انت النهارده اللي الثلاثي بينزل بيبقى في تناغم ما بينهم، بيحصل جون رابع بالتناغم ده، وحسين الشحات بيدي لعبد القادر، عبد القادر مهاري قوي قوي قوي، لف بلعب الاسماعيلي ورقص وحط في الضيقه لاحمد عادل عبد المنعم. الاهلي سكواده الحالي سكواد كبير، سكواد تقيل، سكواد هيفيد الاهلي جدا، الدبث في سكواد الاهلي هيفيده جدا، انت عندك دلوقتي بديل واحد واثنين وثلاثه واربعه على الوينجات، عندك بديل واحد واثنين وثلاثه في الهجوم، عندك بدلاء في نص الملعب، عندك بدلاء في المدافعين، عندك بدلاء في الباكات، عندك بدلاء في كل حته في ارضيه الملعب، الاهلي بقى تقيل جدا، الاهلي بقى يخوف جدا، الاهلي بقى يشيل تشوف كذا نمط ليه 4-3-3 و3-4-3 و4-2-3-1، ولكن هل شكل الاهلي ده هيكمل؟ الله اعلم. ده اللي هنشوفه في المباراة الجاية، هل الأهلي هيكمل المباراة دي أو هيكمل بشكل ده المباراة الجاية، ولا لو في ظل كمان طرد ديانج بصراحة دخل تدخل عنيف قوي على محمد الشامي، وشفنا الجرح اللي في صدره وتقطيع التيشيرت وكل الكلام ده، أتوقع ديانج هيغيب لمباراتين، مباراة البنك ومباراة الزمالك، فممكن نشوف التعويض بدون ممكن موسيماني نشوف مباراة البنك بيدخل مثلا أكرم توفيق لقلب الملعب وبيحط باك يمين محمد هاني أو حسين الشحات زي ما كنت بقول لك، الله أعلم كل ده هنشوفه في المباراة الجاية ضد البنك الأهلي. لكن مباراة الاهلي النهارده قدم مباراة على اعلى مستوى، راهن على صفقات الجديدة ما اخذلهوش، وبيرستاو قدر يسجل جولين في المباراة الأولى، راهن على طريقة اللعب الجديدة وقدم مباراة كبيرة جدا بطريقة اللعب الجديدة، فالاهلي النهارده قدم مباراة كبيرة، بس هل الاهلي هيكمل بالشكل دون في المباراة القادمة سواء قدام البنك أو قدام الزمالك أو فيما بعد؟ ده اللي هنشوفه المباراة اللي جاية، ولكن في الآخر ده كان رأي شخص واحد في المباراة، المهم رأيك أنت، قول رأيك أنت في الكومنتس، قول لي توقعك هل موسيماني هيكمل بالشكل وبالطريقه ديت في المباريات اللي جايه، ولا ممكن نشوف تغيير في طريقه اللعب؟ قول رايك في الكومنتس، قول توقعك، ولو حلقه بس اشتركوا لايك عشان اللايك بيوصل الحلقه براعي الناس وبيساعدنا في ظهور الحلقات للناس، فانزل اعمل لايك مش تخسر اي حاجه، ولو اول مره تشوفنا اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تجي لك اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، اعمل لي فولو واعمل اشتراك على فيسبوك تويتر على تويتر، وكمان مستقبل الحلقه الجايه، سلام.